كثر الحديث علاش بغيتي تزوج بنتك في هذا الوقت بالضبط؟ علاش بغيتي تزوج بنتك في هذا الوقت هذا بالضبط؟ انا بغاو يحصلوني زعما، يعني انا كنحاول نتملص من القضيه. الصعب اصعب اصعب ما يكون هما القضايا نتاع زنا المحارم. من بين القضايا كاين قضايا اخرين، من بين هاد القضايا قضيه زنا المحارم الصعيبه في الادله، هي ملي كيكون الفعل موجود اصلا صعيب يكون الدليل. فين انه ما كايناش جريمه وباغيه تقلبي على الدليل بالززره؟ ما مستحيل، استحاله مطلقه. تقول القاضي تعطيه تويره القاضي كيبوس بنته، راه بنته مازال لو كان شخص غريب كيبوس البنت تقول لا هذه شي حاجه خايبه، راه بنته داير يدو على كتف بنته. مهم راه ماشي ادله هذوك، الادله الحقيقيه في زنا المحارم يعني هو اولا يكون فيديو مخل بالحياه ولا صور مخله بالحياه، يعني كتشدي بنادم مباشره. راه واعيه به المحاميه وعلاش كيقلبوا على تخريجات، وداكشي علاش شدوا دابا في الزواج ديال يسرى، حيت واحد عنده دليل صوت وصوره ما غاديش يشدش في زواج البنت. علاش بالضبط غيبغى يزوجها في هذه اللحظه هذه؟ اذا هو داير الفعل وبغى يستر على الفعل. لا راه قلت عندي دليل صوت وصوره بان الجريمه ها هي تمارس الجريمه، ماشي غنبقى نشد الاول في الشاهده نعطيها الفلوس ونبقى تهرب لي تغيب ولا تهرب ولا وتبقى ندير نداء في الراكي اجي تشهدي، من بعد نتهمه بانه اختطف الشهيده، من بعد ننتقل. هذا الدليل حنا فاهمين هاد الامور، حنا كنقراو هاد الامور. انا بعدا شخصيا كنقرا هاد الامور، هاد الميساجات هادو راهم ميساجات تحت الطابله.